تأثير عالمي وتجهيزات سواء في عالم السياسة أو عالم الاقتصاد منذ أعلان فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. الكل يتجهز ويترقب كذلك، من الشرق الأوسط إلى الصين وأوروبا والكوريتين، تستعد كل دولة بطريقتها. فبحسب موقع أكسيوس جيلان، يرغب نتنياهو في إنهاء حرب لبنان قبل وصول ترامب، أما طهران فتبدو منفتحة على فتح قنوات اتصال على عدوها سابقا. وكييف تتأقلم على الأمر الواقع على ما يبدو، وتستعد لمحادثات السلام المحتملة مع الروس. أما حكومة تايوان تدرس إبرام صفقات أسلحة ضخمة مع واشنطن، الذي قال سابقا إن الجزيرة يجب أن تدفع لأمريكا مقابل حمايتها من الصين. القارة العجوز تستعد لرئيس ورئيس أهم دولة في الناتو، فترامب لن ينسى الحد الأدنى من الإنفاق العسكري لكل دولة المتمثل في 2%، وهو ما تسبب في ارتفاع أسهم الدفاع الأوروبية بعد فوزه. أما رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، تأثير عالمي وتجهيزات سواء في عالم السياسة أو عالم الاقتصاد منذ إعلان فوز الأمريكي لدونالد ترامب. وكما ذكرنا، من الشرق الأوسط إلى الصين وأوروبا كذلك، الكل يستعد يا جيلان، كل بطريقته كذلك. نعم.